توفير قليل ب 120 دولم بطاطا بيعطي فرق. كيف إذا بده يكون التوفير أكثر من نص التكاليف؟ بالإشراك مع منظمة الفاو عندنا حالة تجارب، لأن نحن معودين على نظام معين بالشغل وعم نشوف هن عم يشتغلوا بنظام تاني، فما أخذنا وعطينا بموضوعهم إنه مجرد كلام. بيجوا الشباب لعندي، أخذنا قسم من الأرض وقت اللي كنا عم نزرع عنها بطاطا وزرعنا حصتهم هن لحال. أثناء مرحلة التجارب أنا شغلي حلوة، يعني الأكثر شيء كنت مبسوط فيها كان عندي شغلة أنا ما كنت انتبه لها، ما كنت أقوم فيها نهائيا، اللي هي فحص التربة، فحص الرطوبة التربة. كانت توفر علينا كمية مي اللي هي تخفف لنا مشاكل بالبطاطا اللي هي مثل مرض الجدري. بس خلصنا الموسم طلعنا المحصول، الفرق اللي كان بيننا وبينهم أنه أنا كنت حاطط كمية الأسمدة اللي كنت أنا حاططها تقريبا كانت حوالي 240 كيلو للدنم. هني الكمية اللي كانوا حاطينا ما تعدت معنا ال 120 كيلو، وكان الإنتاج نفس الشيء. السنة الثانية قمت بنفس الخطوة اللي قاموا فيها هني، بس قمت أنا بزراعة 120 دنم زرعت على طريقتهم هني. أول شيء استفدت بالرأس المال اللي عم بدفعه بالمواد الكيميائية، وفرت النص. ثاني شيء بالنسبة للمي وفرت على حالي على الأمراض، ارتحت من الأمراض ومرض الجدري وخاص مرض الجدري والعفونة. وثالث شيء بس عم خفف المواد الكيماوية، أنا عم خفف ضرر على البيئة وعم خفف ضرر للأرض. إذا دمجنا خبرتنا التطبيقية مع الخبرة العلمية تبع الشباب، فأكيد نحن المزارعين حنكون أول المستفيدين وأكبر المستفيدين.